لو الحكايه فيها ان فيتو جزيره الهرم المدرج، لان الهرم من ضمن مجموعه الملك سوسر في شغل بيتم في المقبره الجنوبيه ولكن لم ينتهي بعد. بالنسبه للهرم تم ترميم المصاطب السته المكونه لجسم الهرم من الخارج، سواء بتثبيت الاحجار الموجوده، برفع الرديم اللي هو موجود حوالين المصاطب، بعمل مونات حديثه مشابهه للمونة القديمه، باعاده ملء العراميس اللي هي كانت تم اللي هي اتزالت بفعل عوامل التعريه. بعد كده تم العمل في الداخل، تم ترميم المدخل الجنوبي وتبسيطه للسياحه، تم ترميم الممر المؤدي من المدخل الجنوبي الى بئر الدفن الرئيسي. كانت المشكله كبيره في بئر الدفن الرئيسي، تم تثبيت السقف بعمل انقر حديديه من الاستانلس في عمق السقف بمسافات متفاوتة من 4 متر 3 متر 2 متر في جميع الاتجاهات، لعمل شبكة من ال هنقول عليها ايه الانكورز، بحيث ان يبقى السقف كله وكأنه كتلة واحدة، تمام. وبالتالي تم تأمين السقف. بعد كده تم رفع الرديم الموجود في قاع البئر من تحت، تم إظهار التابوت الجرانيتي المكون من 32 كتلة، وللمصري القديم كاتب عليه أرقام القطع ومكانها، واللي وزنه جميعا حوالي 176 طن، وهو من الجرانيت الأحمر. تم ترميم الممرات الموجود فيها النقوش بتاع الملك في احتفاله بعيد الحبسد. تم ترميم المستويات السفليه في الهرم من تحت اللي هي خاصه بالابار ال11 الموجود في الجهه الشرقيه واللي كانت بتخص عائله زوسر. دلوقتي الهرم امن، تم ترميم المدخل الشمالي، يستقبل الهرم دلوقتي السياحه بشكل عام، سواء من المدخل الجنوبي بتذاكر دخول خاصه اللي هي 100 جنيه للاجنبي، 50 جنيه للطالب الاجنبي، 20 جنيه للمصري. والهرم من الجهه الشماليه هو مفتوح ولكن بزيارات خاصه، لان كميه الانفاق اللي موجوده في الداخل لا تسمح ان الهرم يبقى مفتوح بشكل عام لكل السياحه، على اساس يبقى في كنترول على الناس وفي تامين ليهم مش من الانهيار ولكن التوهان من كتر الممرات، يبقى لازم في ارشاد معاهم بشكل مستمر. فتم عمل تذكره خاصه للمدخل الجنوبي وتصريح خاصه للهرم من الجهه الشماليه. التذكره الخاصه للمدخل الجنوبي اللي هي 100 للاجنبي و50 للطالب و40 للمصري و20 للطالب. تمام.